بلدية زقنكال هي أول بلدية تمنع التدخين بمبانيها الرسمية. بلشت الفكرة مع إنشاء بيت الشباب والثقافة يلي صار عمره تقريباً سنة هلأ. قررنا من الأساس أنه نقدم للعالم بيئة نظيفة، فكان القرار أنه بيت الشباب والثقافة يمنع التدخين فيه بطوابق ثلاثة including الكافي الليترير يلي في إمكانية أنه الواحد يدخن فيه. ولقينا أنه مش بس ببيت الثقافة عم نمنع التدخين، عم نمنع التدخين كمان بالطابق يلي عم يشتغل فيه رئيس البلدية وبالمكتبة اللي موجودة بالقصر البلدي. فحب رئيس البلدية أنه ياخد خطوة أكبر بعد باتجاه منع التدخين بالمباني الرسمية ببلدية زقنكال. أكيد حطينا بانرز تنخبر العالم أنه في عقوبة في حال حدا دخن داخل المبنى البلدي. الموظفين عم بيصير عندهم خصومات، والمواطنين بياكلوا ضبط، وعم نشتغل على انه هذا القرار يتعمم على باقي الدور الرسميه بزقنكال بالاضافه الى المطاعم والاماكن العامه.